جزاكم الله خيرا. يقول: كنا مجموعة نؤدي فريضة الحج منذ 7 سنوات، ونحن نطوف بالكعبة المشرفة والزحام شديد. إحدى الحريم وجدت أسورة ذهب على أرض الطواف، ولم نعرف صاحبة الأسورة، والزحام شديد في الحج، وسافرت بها إلى البلد، والآن هي موجودة معها وتلبسها، فكيف السبيل في هذه الأسورة؟ جزاكم الله خيرا. لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يريد أن ينشد عليها، يعني ينادي عليها لعله يأتي صاحبها، والمنادات عليها لا تنتهي بمرور عام بل تستمر، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته، يعني الحرم، إلا لمنشد. فما فعلته المرأة من أخذ الأسورة والذهاب بها إلى بلادها هذا خطأ كبير، والواجب أن تعاد وأن يسأل أو يذهب إلى المسؤولين في الحرم والمعنيين بالأموال الضائعة الحرم، لعل اسم صاحبة الأساور مكتوبة عندهم أو عندهم خبر منها. فإذا لم تجد عنها خبرا ولم تستطع إيصالها بأي طريق، فإنها تتصدق بها، تبيعها وتتصدق بها، أو تعطيها لمحتاج، ولا تتمولها أبدا.